حقيقي الطلاق، محمد أبو جبل وزوجته تجاهلت تألقه في بطولة أمم أفريقيا. لا يزال حارس المنتخب المصري والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل يتصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب الأداء البطولي الذي قدمه في المباريات العصيبة ببطولة كأس الأمم الأفريقية وصعوده بالفراعنة إلى المباراة النهائية، لكن لتشبثه بالحلم حتى الدقيقة الأخيرة. وعلى الجانب الآخر وبعيدا عن الساحرة المستديرة، بادر رواد مواقف يبحثون على النصف الآخر في حياة أبو جبل من أسرته بأسيوط وحتى زوجته الأميرة سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر السابقة التي أثارت الجدل مؤخرا حتى روج البعض لطلاقهما بعد أشهر من الزفاف. حقيقة انفصال محمد أبو جبل عن زوجته، بات محمد أبو جبل الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين بعض الفتيات التي أبدين إعجابهن بتألق حارس كبير وبين البحث عن زوجته التي فازت بلقب ملكة جمال الجزائر. وفي وقت سابق، خاصة أن الأمر اندلع مؤخرا وأكده بعض الرواد، سبب انتشار الأحاديث حول طلاق أبو جبل وزوجته يعود الأمر إلى ما حذف من الثنائي من الصور التي جمعتهما سويا مؤخرا من حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إلغاء متابعة كل منهما للآخر. ومؤخرا شاركت الأميرة سمارة يحيى متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها وعلقت عليها: كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل. وعلى الفور تفاعل المئات من المتابعين مع الإطلالة وما دونته، فعلق البعض: المسامح كريم، روحي صالحي جوزك وارجعي. وتابع آخر: ارجعي لأبو جبل، كنتوا حلوين سوا. وتساءل أحد المتابعين: ليه انفصلتوا؟ الأمر الذي أثار الجدل حول حقيقة انفصال الثنائي. سمارة تتجاهل الإشادة بأبو جبل ورغم التألق الكبير الذي ظهر به حارس المنتخب الوطني، تجاهلت الأميرة سمارة الإشادة به تماما، بل هنأت فقط المنتخب الوطني عقب مباراته مع كوت ديفوار التي حسمها الفراعنة بالفوز بنتيجة 5-4 عن طريق ركلات الترجيح في دور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بصورة للاعبنا المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح خلال المباراة مدونة: مبروك للشعب المصري. بلوجر شهيرة تلفي الطلاق. كتبت البلوجر الشهيرة رانيا يحيى منشورا أكدت فيه أن أمر الطلاق شائعة وأن حذف الثنائي لصور بعضهما أمر طبيعي لأي خلاف، لكن الأمر لم يصل إلى الطلاق. زواج أبو جبل وسمارة يحيى، وكان الحارس المصري محمد أبو جبل قد عقد قرانه على الأميرة سمارة يحيى في إبريل الماضي بحضور نجوم نادي الزمالك، وأصيب بعد الحفل بكورونا عقب زواجهما. من هي سمارة يحيى زوجة أبو جبل؟ تبلغ من العمر 28 عاما، حصلت على لقب ملكة جمال الجزائر والعرب في المسابقة التي أقيمت في مصر عام 2019، كما اختيرت من بين 200 متسابقة لتكون ضمن 16 واحدة تأهلن للمسابقة. حصلت على بكالوريوس في التجارة والتسويق، درست في إنجلترا اللغة الإنجليزية وفنون الاتصال في أمريكا. مثلت سمارة يحيى منطقة بومرداس في الجزائر في المسابقة التي أقيمت بمصر واستطاعت أن تقتنص اللقب. تسعى الأميرة سمارة لعمل مشاريع تخدم الإنسانية ولديها عدد منها خاص بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.